يعني برامج المقالب المنتشرة دلوقتي ورامز والشهرة الكبيرة والمتابعات الضخمة، بتتابع الأمر ده إزاي؟ طبعا يعني بما انك يعني ذكرت فالاستاذ رامز والله يعني فيه خير كبير جدا، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يوفقه لفعل الخير يعني، آمين يا لان رب. الاستاذ رامز طبعا له شهره كبيره جدا جدا جدا، فيا حبذا لو يستغل هذه الشهره في نفع الناس، او يعني حتى لو مش هننفع الناس ما نأذيهمش يعني او ما نضرهمش. ف طبعا الامور دي يا استاذ علاء بتخلي الانسان يعني يكره التلفزيون عموما يعني، واحنا مش عايزين الناس تكره التلفزيون، لان لو الناس كرهت التلفزيون مش هتلاقي حد جميل زيك يا استاذ علاء وزي القناه الله ده يبارك بيتفرجوا فيك يا عليها. رب، ده من ذوقك. فطبعا بندعو الناس ان هي تتخير المحتوى يعني دائما برنامجك ما يقدم للساده المشاهدين الامور النافعه، وانا اشهد بذلك يعني، جزاك تسلم. الله خيرا وبارك الله فيك. الله يبارك فيك عبد الرحمن، ده كفاية إن أنت بتطلع معانا، وده شيء يشرفنا ويسعدنا. الله يبارك، شرف لي والله، ربنا يبارك فيك. حبيبي. طب عبد الرحمن، يعني هناك برضو نوعية من البرامج بدأت تظهر على الشاشة، برامج جبر الخواطر وتقديم المساعدات للناس بشكل برضو إنساني، شايف النوعية دي من البرامج جيدة، أم إنه البعض بقى بدأ يتكلم حوالين إنه إظهار وجوه هؤلاء على الشاشات أمر يعني غير إنساني أو إسلامي بعض الشيء؟ رأيك إيه في نوعية البرامج دي؟ طبعا من اجمل الاعمال والقرابه لله سبحانه وتعالى هو جبر الخاطر. جبر الخاطر يعني انا افضل صراحه ان الانسان يعني، لان ده نوع من الصدقه يعني، جبر الخاطر او البرامج اللي حضرتك بتتكلم عليها بالذات بيكون فيها امور ماديه او ما شابه يعني، او امور حتى معنويه، فانا بشوف ان البرامج دي يعني افضل من غيرها، ويستطيعوا ان نعم. هم يعني يكونوا افضل من ذلك، بان هم مثلا يحاولوا يعني